حضراتكم بعد الفاصل، والصورة الحلوة دايما على شاشة القناة الأولى تعني مليون كلمة وليس ألف كلمة. معانا تشكيلة من السي فود، يعني هي مش تشكيلة قوي، موضوع بسيط وسهل، بوري في متناول الجميع، ثلاث سمكات ممكن يعملوا كيلو، ممكن يعملوا كيلو ونص، ومعانا جمبري لحم تقريبا نص كيلو. هنعمل النهاردة أفكار بسيطة وسهلة ونقدم سفرة فوسفورية عالية القيمة الغذائية بكل مكوناتها. طب تعالوا نبدأ بالبوري لأنه ده هياخد وقت كبير. سمك البوري صيادية مع بعض على الشاشة. معانا السمك البوري من خير مزارعنا اللي بتصدره للدنيا كلها من الأرض الطيبة، ومعانا بصل ومعانا طماطم ومعانا شوية كزبرة خضراء ومعلقتين من البهارات الحلوين اللطاف وفلفل أخضر حار وفلفل أخضر رومي وبصل أخضر. هي دي المقادير. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض إزاي. أول حاجة هعمل الصيادية. ليه سموها صيادية يا عم الشيف؟ لأن دي أكلة الصياد على المركب وهو بيصطاد. بتبقى بصل وطماطم وياخد السمك ني في ني ويحطه مع الطماطم والبصل ويدخلها الفرن، أو إن هو يسويها على البوتاجاز وهو مسافر في رحلة صيد يرزق. تعالوا مع بعض. أول حاجة ناخد البصل والطماطم ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايزك لما تشتري السمك من حلقة السمك أو من سوق السمك تحط في الاعتبار لازم تعملي أكلة سمك حلوة، علشان أنا بنصح دايما السمك يتعمل في البيت لأسباب كتيرة. نظافته، تتحكمي في التوابل بتاعته، في البهارات بتاعته. ده بصل بتقطع بالشكل ده كده، عايز البصل تبان شخصيته في قلب الصينية. كمية بصل حلوة، لان هعمل تركايه دلوقتي وانا شغال واعلمك ازاي تبقي في وقفه في المطبخ بتعملي كل حاجه في وقت واحد. هناخد البصل ده في قلب الطاسه دي نشوحها حلو مع شويه زيت حلوين كده، مكعبين زيت. حلو الكلام. ادي الزيت مع الزبده، وهي دي كميه البصل اللي انا هشتغل بيها كلها. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. حط البصل هنا كده. يلا مع السلامة. حلو. على البصل الحلو ده شوية زعتر. ايه التفاصيل اللي هتحصل هنا يا عم الشيف؟ بعد ما اشوح البصل ده مع الطماطم هاخد ربع الكمية احتفظ بيها على جنب، واقول لحضراتكم انا هعمل بيها ايه. بصل، زيت، زيتون، زبدة، واسيبهم على النار كده ينسجموا مع بعض. معاهم عدن ريحان اخضر في قلبيهم كده زي الفل، ونغطي الحله بتاعتنا ونسيبها على النار. حلو الكلام كده زي الفل. هناخد السمك البوري بتاعنا. مطبخك يا عم الشيف رايق اول باول، لان اكله السمك دايما متهمه لما نعمل سمك في البيت، يعني الدنيا بتقوم في المطبخ. معانا في المقادير طماطم. هناخد الطماطم الحلوه دي كده زي ما هي بالشكل ده كده، نقطعها برضو بالشكل ده كده. انا عندي طبق مكرونه النهارده بالطماطم والخضار، وعندي صياديه، فازاي اطلع الطعم واشتغل في اكلتين في وقت واحد. واعلمك في المطبخ تبقى واقفه، ما توقفيش وقت كبير، اقل وقت ممكن تعملي السفره بتاعتك وتستفيدي من كل دقيقه انت واقفاها في المطبخ. شفت الطماطم دي كلها معانا اهي بالشكل ده كده. حلو. اخد الطماطم دي بعد التقطيعه الحلوه دي زي ما هي كده، ارجعها تاني هنا كده. الله، ده تقريبا كيلو طماطم. هيعمل طبقين، هيعمل طبق المكرونه والسمك. هناخد التوم الطازه ده كده عليهم، شويه بقدونس حلوين عليهم، وناخد بعضينا ونجي هنا واحنا شغالين. نبص على البصلايه بتاعتنا ايه الاخبار. شوحت على النار، خدت طعم الزعتر،
خدت طعم الريحان بالشكل ده كده. بنزل بالطماطم بتاعتي مع الثوم. الله، ايه المطبخ ده؟ ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ونقلب كل ده كده. لغاية كده عارفين الشيف شغال ازاي؟ دي مدرسة بقى. ازاي في وقت واحد بنشتغل في اكلتين. ايه هما الاكلتين يا عم الشيف؟ سمك بوري صيادية، ومشترك معاهم المكرونة الأرابياتا بالطماطم والخضار. أكيد طبعًا الفلاسفة والشطار في المطبخ عارفين أنا هعمل إيه دلوقتي. الخضار هنا على النار، الطماطم معانا، فلفل حار معانا، فلفل رومي. هناخد الفلفل الحار والفلفل الرومي ده مع الصيادية، بيبقى لطيف لأن سمكة البوري أو صيادية السمك أو صينية السمك يتطلب ان هي تكون شويه سبايسي او فيها شويه حار. يعني ادي الفلفل الحار، ادي الفلفل الرومي بالشكل ده كده. حلو، نخلوهم على جنب لوحديهم. بنجيب كسروله ازاز تانيه خالص، وعايزك تشتغل بنفس المدرسه. ايه الاخبار هنا؟ طماطم مع البصل، بنحط عليهم شويه ميه مغليين ونسيبهم على النار يا عم الشيف. توابلنا ملح فلفل، حلو قوي، بابريكا حلوة مشتركة ما بين الاتنين. نرفع ايدينا من التوابل ونقلب كده. شفت الجو ده كده؟ اه. نسيبهم على النار ونشوف اخبار السمك البوري بتاعنا عامل ايه. حلو قوي. البوري لما نشتريه من اي حلقة سمك لازم نحط في الاعتبار البوري يكون طازة. ونعرفه ان هو طازه ازاي؟ من ثلاث حاجات: عين السمكه، ظهر السمكه معانا بالشكل ده كده مخرجنا اهو، شويه بوري حلوين بيتكلم مصري. شايفين البوري لونها صلفر ازاي ولطيف وجميل. انواع السمك في البوري، في دبار وفي بوري. ده للامانه دبار مش بوري. بتعرفيها ازاي؟ بيبقى لون ظهرها لون غامق مد على سلفر، وبيبقى ظهرها رفيع شويه مش ملحمه كتير في الظهر، وده اصبح ان الدبار بيبقى مبطرخ. ده البوري بتاعنا. هناخد كده الراس بتاعتنا دي، مش عايزينها، مش هنستفيد بيها في حاجه. بتعمل زحمه في الصينيه من غير اي فايده. بنحطها في الحله هنا تتسلق معانا واحنا شغالين. ناخد البوري بتاعنا كده، دي على ثلاثة. أنا بحب السلسلة بتاعت السمكة، مش بحب ديل السمكة يتقطع. نفس القصة، إيه لازمتها الخبطة دي يا عم الشيف اللي بتخبطها على ظهر السمكة أو على السلسلة؟ عشان الأنسجة بتاعت السمك ما تتبهدلش معايا. بجيب الصينية الحلوة دي كده، وتعالوا مع بعض نعمل الصيادية. نشيل ده من هنا، ناخد الليمونة الحلوة دي كده بنسقطها على السمك وانا شغال. حلو، ده اختيار يعني. اخبار الصيادية ايه؟ زي الفل، بتغلي. ناخد جزء من الخليط ده كده احتفظ بيه انا عايزه. الله، بصل مع ثوم مع زعتر، دول انا عايزهم كفايه، مع شويه شوربه كده حلوين. الباقي اخده كده وانزل بيه هنا كده.
الله على الريحة، الله على الجمال. حلو، ننزل الخضار بتاعنا. صينية السمك دي بهديها طبعا لكل اللي بيعترضوا على السمك ويقول لك احنا مش بناكل السمك، والثلاث سمكات البوري كده يبقوا في قلب الصينية باينين قدام عينينا بالشكل ده كده. حلو قوي يا عم الشيف، تسلم ايدك. شوية الصوص التانيين كده، الله. ليه انا حاطط السمك كده؟ عشان لو بتشتريه من عند حلقة السمك تعرف ان السمك بتاعك كله في الصينية. ثلاث سمكات معروفين ناقصين الروس، وانا مش عايز الروس. انا اخد الخضار بتاعنا ده كده، شوية كزبرة خضراء، هندخل الصينية الحلوة دي في الفرن. لا مش هحط مية، احط مية ليه يا غالي؟ دي بريئة من المية خالص. شوية كزبرة خضراء، كزبرة ناشفة على الوش، شوية كمون على الوش، وادخل الصينية دي الفرن يا عم الشيف، واسيبها في الفرن في منتصف الفرن بالشكل ده كده. حلو قوي، الله، زي ما هي كده يا عم الشيف. درجة حرارة الفرن عندي 180، اخبار الفرن ايه؟ نظبط درجة الحرارة بتاعتنا. موقع الصينية دي في قلب الفرن في المنتصف، تحتويها النار بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. اذا انت حابب نطلع فاصل وهي معانا كده مفيش مشكلة، حابب نطلع فاصل وهي في الفرن زي ما تحب، انا معاك. يلا عينيا. مخرجنا بيقول لي ايه؟ بقول لي انت تجيبها لي عندي هنا في الكنترول. ايه الحلاوه دي؟ بص على الحلاوه دي جمال، تكلم مصري. ادي البوري بتاعنا اهو. استخدمنا للماده الدهنيه هنا في البدايه خالص زيت زيتون وزبده لتحمير البصله والتومه ونطلع شقاوتهم الحلوه المصريه مع السمك البوري. صينيه في الفرن بتتكلم مصري، هنقفل الفرن بتاعنا وخلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل. اعلمك ازاي تكون واقفه في المطبخ بتعملي كل حاجه في وقت واحد. صينية بطاطس أو صينية سمك صيادية في الفرن بتتكلم مصري، مخرجنا هيروح عليها ويشوفها مع بعض في طريقها إن احنا نطلعها ونشوف موضوع الجمبري ده. نعم، عينيا الاتنين، هدواك الجمبري. بس خلي الجمبري ده نهديه لعمي ملاح النهارده، المصور الجميل المبدع اللي عيد ميلاده النهارده، نقول له كل سنة وهو طيب. الناس بتجيب تورتة بتجيب جاتوه، أنا هجيب لك جمبري النهارده. ايه الصينية الحلوة دي؟ ايه الجمال ده؟ بالله عليك تدلعني الصينية دي، تستاهل. صينية بتتكلم مصري مع بوري من خير مزارعنا. نروح على النار بتاعتنا الحلوة. طيب يلا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اسرار عمل الجمبري او الشريمب بيب كورن النهارده بطريقه جديده من الشيف المغازي، بيهديها للاطفال الحلوين اللي بيسمعوا كلام مامتهم وباباهم وبيذاكروا وبيجتهدوا في المدرسه. بناكلكم جمبري النهارده بمدرسه المغازي، طبق مكرونه ارابياتا في الخبره الطهويه وفيه طعم السمك، صينيه سمك بوري بتتكلم مصري من خير مزارعنا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.